لو انت من صغرك كنت بتحب تصلح العربيه اللي عندك، اللعبه، وتشيل سلك وتوصل سلك عشان تشتغل. ولأجل هذه الإجراءات التعسفية قررت إن أنت تغير طريقك وتحلم بحلم صغير إنك تعمل روبوت. لو دي أحلامك فالفيديو ده ليك. شايف الصورة اللي قدامك دي؟ لا ده مصلحي، أنا بتكلم على الصورة. ده تخصص الميكاترونكس، يعني تخيل معايا كده إنك هتدرس كذا حاجة في وقت واحد: كمبيوتر، إلكتريكال ميكانيكال إنجينيرينج. يعني من الآخر أنت هتكون المايسترو اللي بيتحكم في أوركسترا الآلات الميكانيكية. الله يعينك. ولما لقينا الموضوع شيق بالطريقة دي فدورنا في بايونير، وبحثنا برضه في بايونير عن أصل ونشأة الميكاترونكس. الحكاية بدأت في سنة 1969، إن مهندس في شركة اليابانية لقى إن تشغيل آلات بشكل سليم محتاج 3 أنواع من المهندسين، مصلح مش من ضمنهم: مهندس كهرباء، مهندس برمجة، ومهندس ميكانيكا. وكان لازم التلاتة يكونوا موجودين عشان العملية الانتاجية تمشي صح. لكن هذا المهندس العبقري لقى ان في مشكلة دايما بتواجه الشركة في الجزئية دي، وهو ان التواصل بين التلات مهندسين اللي اتكلمنا عنهم دول كان بيكون صعب، مش عشان هم منافسين من بعض، لا، كان في مشكلة تانية. والمشكلة دي ان التواصل مع التلات مهندسين دول كان بيكون صعب. ليه؟ لان كل واحد فيهم متخصص في مجال غير التاني، وده كان بيأثر بشكل كبير على الانتاج والصيانة وحل المشاكل. هتقول لي طب يا سيدي المهندس بقى حل المشكله ازاي؟ في احد اجتماعات الشركه قدم المهندس ده مبادره لتدريب المهندسين في تخصص وسماه الميكاترونكس، وهو كده خد من كل بستان زهره او من كل لقمه ودنه، وبالفعل دمج ما بين المجالات الثلاثه ديت وادى دورات للمهندسين عشان يكون عنده تخصص اسمه الميكاترونكس. وتبقى كلمه ميكا اختصار للهندسه الميكانيكيه، وترونكس اختصار للهندسه الكهربيه والالكترونيه. وهذا الخلاط من الزبادي اختصر الهندسه الالكترونيه وال الكهربية. وعلى خطى هذا المهندس المتميز مشيت بقية الشركات وتعممت المبادرة ديت في أغلب الشركات اليابانية عشان يطلع لنا جيل كبير من مهندسي الميكاترونكس اللي قدروا يخلقوا ثورة تكنولوجية كبيرة في عالم آلات الميكانيكا. وده مش في اليابان بس، ده في العالم كله. مصلحي نفسه سعيد راح فين مصلحي؟ عشان تقدر بقى تشوف أثر الاختراعات ده في حياتك اليومية كل يوم، تسمع بقى عن سيارات كهرباء، آلات إلكترونية، والكثير والكثير من الآلات الحديثة اللي بتحيطك تخصص الميكاترونكس فيها جزء فعال. عجبك الكلام ده ونفسك تتعلم هذا المجال الرائع؟ هنا هيجي دور بايونير. تقدر تتواصل معاهم على الرقم اللي هيظهر هنا، وهم برضو متعاونين معايا في الفيديو. اتواصل معاهم، دردش معاهم، واعرف كل التفاصيل اللي انت محتاج تعرفها عن هذا المجال والجامعات المتميزة في ماليزيا اللي بتدرس مجال الميكاترونكس. ولما تكلمهم قول لهم تلبوا حكالي على الميكاترونكس.